طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا في أسوان. أنا سعيد جدا بينكم وبحيي كل جميلة الفن في أسوان على راسه أخونا محمد ضيف الله والفنان الغدير حمو إسماعيل، وبشكرهم جدا لتشجيعهم لي يعني تبادلهم معنا الثقافة الحضاري، إنه نتبادل إن إحنا نشتغل لهم وعملون هن عملوا لنا. وأنا يعني يمكن أكون من بدري شوية اشتغلت لمحمد منير، ونحن توأم يعني زي ما قالوا أبونا النيل كلنا يعني. فأنا بحيي للمرة الثانية عناد نغمات نوبي، وأتمنى إنه في خلال يعني تواجدي هنا في أسوان أنا يعني أكون يعني ضيف يعني خفيف الظل عليها إن شاء الله. وبحيي كل الفنانين في أسوان، الفنانين الشباب، وبتمنى لهم يعني التقدم والمزيد إن شاء الله يا رب العالمين. وأتمنى إني يعني أجيكم طوال يعني ما انقطع منكم وأنا موجود أسمعكم.